اخت بالحاج ياسمينه فلاحه مستثمره فلاحيه. دابا انا شفت هذه المعركه التمور، يعني رانا نكتشفوا بلي كل منطقه فيها عده انواع، ماشي باك يعني لو في الجزائر فيها انواع كثيره. انواع كثيره، وفي تيميمون وحدها كان اكثر من 360 نوع. اللي جبتيهم اليوم؟ اليوم جبت 12 نوع. اهم اسمائهم؟ دقلة الطلمين، احضان، تناصر، حميره، تقربوش، اكسيتيرا. كاين نوع ما فيهش العظم. وي وي وي، سي تناصر، سي الخصيان تاع تناصر، سي لا دات كي با في كوندي. الوغ ال في با دو نوايو. يقولوا يعني هل الانتاج كبير ولا هذو يعني انتاج كبير؟ كبير، مي لا بلوبار دي طون يذهب مقايضه مع البلدان الجوار في الجنوب، سي بور سا كو ما يلحقش عندكم، خوفا بلي ما تستغوش التمر اللي ما تعرفوش. الوغ ديريكتومون اون لونفوا عند لي فوازان. La plupart vous connaissez rien de Kletnor, mais il y a des dates vraiment encore plus belles que de Kletnor. La preuve, il y a Rin, la date qui est là-bas, sur la photo. Elle est trois fois plus grande que de Kletnor, elle est trois fois plus bonne aussi. Et Hada, vu que la canicule dans ces l'IFAT était très difficile, Hada, il est pris de l'eau. Il est plus grand. Et Hada, il est un petit peu loin. Il a souffert un petit peu. Mais c'est une variété de dattes très intéressante parce qu'elle continue à mûrir au Hiyam Ktoa. Ça veut dire que si quelqu'un veut l'exporter, il la coupe verte comme la date, comme les bananes. Comme les bananes, il la coupe verte. Et Fotrig, le temps de l'acheminement, la date, elle devient mûre. Elle devient mûre, elle devient très moelleuse et très très belle. نزيدو نشوفو نوع واحد اخر. بيان سور، سا سي الحميره اللي نديرو بها الروب ونديرو بها المعجون ونديرو بها لاباط دو دات دو غاتو كيما المقروط. سا سي حمراوه، سا سي تيناصر على اللون تاعها. سا سي تيناصر، سا سي لا دات دو تيناصر سون نوايو. سا سي هذا تاني كعظم، سي لا ميم كولور. سا سي دقلة الطلمين، سي اون دي دات لي بلو كوميرسياليزي عندنا. C'est, elle supporte le trajet. Elle va en Afrique directement. Ou 3-9-ça. 9-ça, 9-ça, elle ne change pas. Tin Nasser et Tin Fugous. Et on fait aussi les jeunes filles de Timimoun, t'amènent les paniers. Qui m'a fait les paniers, c'est une jumaïa qui s'appelle Tifa Ounjiri qui les a fait pour le Mard. يعني 8 هذيك هي 4. فهم بلي راهي كبيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا عبد اللطيف روينا، رئيس جمعية لإنتاج الفلاحة البيولوجية ولاية بسكرة. معرض كيما هذا نشوفوا أنواع كثيرة، كنتم كولاية بسكرة وشوفوا الأنواع الأكثر انتشارا عندكم. احنا النوع الأكثر انتشارا هو دقلة نور، بصح كاين أنواع أخرى، كاين المشدقلة، كاين دقلة بيضاء، كاين طونطبوشت، كاين ليتيما، كاين الغرس، كاين زقار مقار، يعني عندنا أنواع أخرى لكن كقيمة تجارية ما نخدموش بها بزاف. يعني هذه تلقى الانواع للاستهلاك المحلي، ما تلقى قليل برك اللي يديرها يسموه الانتاج يعني التجاري. يقولوا بسكرة تقريبا حجم الانتاج الوطني شحال بالنسبة تاعها؟ والله ما نقدرش نقول لك الانتاج، لكن النسبة تاعها تنتج خطرتين قد الانتاج تاع تونس دو فوا. غير بسكرة واحدة، لا ولاية دو بسكرة. ومعرض كيما هذا يجمع قال الحرفيين المنتجين، كيفاش؟ راني هاني نشوف فيها، انا مازال ما درتش لان عندي ان ستون، راني مريح في الستون تاعي. هاني نشوف الولايات لهنا الصحراويه اللي عندها الانتاج تاع التمور. راني ما شاء الله، وربما راك انت كي تدور راك تشوفهم وتكتشفهم اكثر مني. يعطيك الصحه. الله يسلمك.
وعطينا لي زاناليز ريزولتا ديال الاناليز 3 درجه 100 على طوناج.